بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتجدد اللقاء لنتدارس معا آيات من كتاب ربنا جل جلاله، نقرأ كلمات الله جل جلاله، ونستعين به على فهم مراده، طالبين العون منه على العمل والانقياد لأمره الذي أنزله في هذا الوحي الكريم المبارك القرآن العظيم. ونحن نلتقي بكم عبر هذا النقل من مسجد الكعبة، المسجد الحرام، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن الأمة وأن يعيد لهذا المكان سابق عهده من عمارة أهل الإسلام له، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. وبفضل الله سبحانه وتعالى نرى هؤلاء المعتمرين والمصلين، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء ليعود المكان كما ألفناه، مكتظا بالعباد والقائمين والتالين والذاكرين والطائفين والمسبحين، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. سورة آل عمران، هذه السورة الكريمة المباركة، هذه السورة التي تحدث نصفها الأول عن تلك الحادثة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وفد عليه وفد نصارى نجران، وكان ذاك الحوار في أيام قضوها في المدينة النبوية. كانت تلك الآيات المباركات تتحدث عن ذلك الحدث وتلك الواقعة وما كان فيها، ولنا أن نتخيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعيشون تلك الواقعة، ورأوا هؤلاء الناس كيف جاءوا ودخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الحوار والمجادلة فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، إلى أن كانت تلك الآية التي كان فيها موقف حسم وموقف جد وموقف لأن يتجلى لمن نظر إلى هذين الفريقين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المقابل وفد نصارى نجران.
بعد أن طال الجدال والحوار فيما بينهما، ولم يقبل وفد نصارى نجران ما عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول الحق في شأن نبي الله عيسى عليه السلام، وأنه عبد الله ورسول الله، وأن الله عز وجل خلقه من غير أب، وأنه كلمته ألقاها على مريم وروح منه، وأنه ليس بإله وليس بابن إله، وأن ذلك البيان كان مؤيدا بوحي السماء بآيات القرآن، وكان تكتنف ذلك الحجج العقلية والحجج الإخبارية في هذا الباب التي جاء بها الوحي، فكل ذلك عرض على ذلك الوفد، ولكن كانت تلك القلوب تعلقت بالدنيا فمنعها هذا التعلق أن تقبل الحق فأعرضت. فعندما وصلوا إلى تلك المرحلة بعد كل ذلك البيان وكل تلك الأدلة والحجج التي عرضت في الآيات السابقة، فكان الموقف الحسم من النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه عز وجل، وهو أن يطلب منهم المباهلة، وهذا في قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكانت هذه الآية هي محل درسنا الماضي، والذي أدركنا تلك المعاني والمفاهيم التي أشار لها العلماء، علماء التفسير، فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأيضا من ضمن من أشرنا إلى أقوالهم قول الإمام البغوي رحمة الله عليه، صاحب هذا التفسير الذي يصاحبنا في درسنا هذا. وكان آخر ما أريد أن أذكر به في هذه الآية الكريمة امتدادا لما سبق في الدرس الماضي وإلحاقا بما يأتي بعد ذلك، في خاتمة الآية في قول الله عز وجل: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهنا قضية اللعن، واللعن معلوم أن اللعنة مقصود بها لعنة الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، الطرد والإبعاد من رحمة الله، فمن لعنه الله عز وجل فهو بعيد من رحمة الله، مطرود عنها، ومن طرد من رحمة الله فمعلوم أين سيكون مكانه، إنها النار التي أعدها الله عز وجل لمن كفر به، ولمن لعنهم على كفرهم، ولمن لعنهم على استدامتهم على معصيته جل جلاله. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صفة الكذب وخلق الكذب، فالأخلاق منها الحسن ومنها السيء، والكذب من أقبح الأخلاق ومن أسوأها ومن أردأ الأخلاق، فإذا ما تخلق الإنسان أو كان الكذب خلقا له فإنه أدخل نفسه في مغامرة خطيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب إذن هو من أقبح الأخلاق، وأقبح أنواع الكذب الكذب على الله، وأشنع أنواع الكذب الكذب على الله. لذلك عندما إذا أدركنا هذا الأمر فيما يتعلق بالكذب، فالكذب إذن هو من أقبح الأخلاق، من أقبح الأخلاق. ثم أقبح الكذب الذي هو من أقبح الأخلاق، أقبح الكذب الكذب على الله. فإذا ما أدركنا إذن أن الكذب أقبح الأخلاق، وأقبح أنواع الكذب الكذب على الله جل جلاله، فإن هؤلاء القوم بقولهم وإصرارهم وعنادهم وعدم قبولهم لهذا الحق الظاهر البين، وإصرارهم أن يبقوا على الباطل الذي هو افتراء على الله وادعاء بغير بينة وبغير هدى، فإذن هم ببقائهم على ذلك الأمر الباطل في أمر عيسى عليه السلام وأنه هو الله أو أنه ابن الله، بعد أن تبين لهم الحق، فإصرارهم إذن هو من الكذب على الله. وهنا ندرك المقابلة بين قضية العقوبة التي يشير لها النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت هنا في 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 الآية، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي أن الابتهال يكون أن كل منهم يدعو أن من كان كاذبا في قضيته فعليه لعنة الله، أن من كان كاذبا فيما ادعاه في قضيته فعليه لعنة الله. فاللعنة أمرها عظيم، هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لكن لما كان الكذب هنا ليس كذبا عاديا، الكذب هنا ليس مجرد الكذب، هنا الكذب على الله جل جلاله. فلما كان الأمر من هذا النوع فلذلك وافق أن تكون العقوبة تتفق مع عظم الجرم. فإذا كان اللعنة هي بتلك المنزلة في العقوبة، وهي طرد من رحمة الله، أي حكم على من وقعت عليه لعنة الله بالنار، فهذا يعطي دلالة على أن المعصية عظيمة، لذلك استحقت تلك المعاقبة العظيمة. واضح؟ فإذن هذا الربط بين اللعنة وبين الكذب، بين اللعنة وبين الكذب. فإذن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكما تبين لنا في درسنا الماضي أن وفد نصارى نجران هل قبلوا هذه المباهلة؟ وهل جاءوا مستعدين أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هم فيه؟ الجواب أنهم لم يقبلوا ذلك وتراجعوا، وكان هذا الأمر البيان الواضح على كذب دعواهم، والبيان الواضح أيضا أنهم أدركوا أنهم كانوا مدركين أنهم على خطأ وأن ما معهم ليس بحق، وظهر ذلك ظهورا جليا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يعني ذكر العلماء على أنه يعني باتفاق من نقل ذلك الخبر على أنهم لم يقبلوا المباهلة ولم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين
وجاءت فاطمة رضي الله عنها معه، ولكنهم لم يقبلوا ذلك ولم يرضوا أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الأمر أعطى الدلالة الظاهرة على أنهم كانوا مدركين أن ما معهم ليس بحق، إذ لو كانوا على يقين بأن ما معهم هو الحق لا باهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يحدث منهم، بل قبلوا أن يصالحوه على جعل، على مال يعطوه إياه، يدفعوه له كل عام، وأن لا يقاتلهم، أن يبقوا على دينهم. فإذا فنجعل لعنة الله على الكاذبين أعطتنا الدلالة أن عظم العقوبة لعظم الجرم. من أين أخذنا عظم الجرم؟ من دلالة عظم العقوبة. والكذب أقبح الأخلاق، وأعظم الكذب الكذب على الله، وأن حال هؤلاء هو من هذا النوع من الكذب على الله جل جلاله. ثم طبعا كما قال ابن عباس وهذا أشرنا له، قال لو خرج الذين، يعني يقول لو أن هؤلاء باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لرجعوا إلى ديارهم لا يجدون أهلا ولا مالا، لا يجدون أهلا ولا مالا. واضح؟ فلذلك بمعنى أن أمر المباهلة أمر عظيم. ثم يقول الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا، هذه الإشارة، إن هذا المقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى يبين بيانا واضحا ويخبر خبر الحق بأن ما جاء في الآيات السابقة في أمر عيسى عليه السلام أنه هو خبر الحق واليقين الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، وأن حقيقة الأمر هي كما قال الله عز وجل، حقيقة الأمر كما قال الله عز وجل. فإذا هو خبر من الله تعالى جزم مؤكد فصل به، فصل الله عز وجل بين المختصمين. ما هو هذا الخبر الذي هو موصوف بهذه الأوصاف؟ هو ما ذكره الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام أنه عبد الله وأنه رسول الله وأن الله خلقه من أم بغير أب وأنه كلمته جل جلاله ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هذا هو خبر الحق الذي به كان الفصل بين المختصمين، إن هذا. فإذن هذا أي إن هذا أي يا محمد، إن هذا الذي أنزلته عليك، الله جل جلاله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الذي أنزلته عليك هو الحق، هو الحق. فإذا المقصود إن هذا اسم الإشارة يعود إلى ما أنزله الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام من الآيات السابقة، إن هذا. ومن العلماء من قال إن هذا هو أعم، والمقصود به القرآن الكريم وما فيه من الأقاصيص بعمومها،
والأول هو الأظهر وهو الذي عليه كثير من علماء التفسير، إن هذا المقصود الذي أنزله الله عز وجل في شأن عيسى عليه السلام، إن هذا لهو القصص الحق. القصص، هذه الكلمة وقد مرت معنا في آيات سابقة، ونذكر بمعنى هذه الكلمة وبقضية قصص القرآن. فالقص هو تتبع الأثر ماديا كان أو معنويا، تتبع الأثر ماديا كان أو معنويا. فالقصص في بعده المادي، قصصت يقال قصصت أثره إذا تتبعته. ومن آيات القرآن التي يقصد بها هذا المعنى للقص قول الله عز وجل عن نبيه وكليمه موسى عندما خرج في طلب الخضر ومعه تلميذه، قال فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا يتتبعان أثرهما، أنهم تركوا الحوت ونسيا أن يحملاه معهما. فبعد أن انصرفا عن ذلك المكان تذكرا فقدهما للحوت، فأراد الرجوع إلى مكان وضع الحوت الذي كان معه. فكيف يرجعون؟ رجعوا متتبعين لأثر أقدامهم. إذن هذا، وسمى الله عز وجل هذا التتبع، قال فارتدا على آثارهما قصصا، إذن هذا قص الأثر المادي في بعده المادي. قلنا القص تتبع الأثر ماديا كان أو معنويا. طيب المعنوي، تتبع أخبار الأمم الماضية. فإذا القص في القرآن إذن يكون ماديا، وضربنا له المثل الأول، ويكون معنويا من أمثلته هذه الآية التي بين أيدينا، إن هذا لهو القصص الحق. فإذا هنا القصص الحق بمعنى تتبع أخبار الأمم الماضية، تتبع أخبار الأمم الذين سبقونا، فهذا قص معنوي، قص معنوي. وأيضا من ذلك قول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، في قصص الأنبياء مع أممهم ففيها عبرة لأولي الألباب. فإذا هذا القص، قصص القرآن إذا بمعنى إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والوقائع الماضية، هذا معنى قصص القرآن، إخبار القرآن عن أحوال الأمم الماضية وعن النبوات السابقة وعن الوقائع التي خلت، فهذا قصص القرآن. قصص القرآن قد يكون عن الأنبياء السابقين مثل هذه القصة المتعلقة بعيسى عليه السلام، وقد يكون متعلقا بحوادث غابرة وأشخاص لم تثبت نبوته، مثل إخبار الله عز وجل وقصه لقصة أهل الكهف، ومثل أصحاب السبت، ومثل أصحاب الأخدود، ومثل أصحاب القرية وأصحاب الجنة. فإذا هذه قصص ذكرت في القرآن متعلقة بوقائع غابرة
وأشخاص لم تثبت نبوتهم. إذن هذه ثانيا، إذن إما أن يكون قصص متعلق بالأنبياء السابقين أو قصص لوقائع غابرة قديمة ومرتبطة بأشخاص لم تثبت نبوتهم. الثالثة أيضا نجد في القرآن قصص تتعلق بوقائع حدثت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الغزوات، غزوة بدر وما ذكر الله عز وجل من أحداثها، أو أحد أو حنين أو تبوك، وأيضا حادثة الإسراء. فإذا جاءت في سياق القصص. فإذا هذه ثلاثة أنواع لقصص القرآن. أما فوائد ذلك، فنجد القرآن يصرح بفوائد عظيمة لقصصه، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معترك البلاغ والدعوة إلى الله ومواجهة أهل الكفر الذين اجتمعوا عليه من كل مكان، فكان في ذلك القصص ثمرة عظيمة في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي تثبيت فؤاده، والله عز وجل ذكر ذلك صريحا في كتابه، فقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا هذه فائدة. أيضا فائدة لأمته، فائدة لأمته، فالله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول، فإنهم يعتبرون. وهذه من أعظم الفوائد، لأن القرآن أنزله الله عز وجل هدى للناس، وتثبيت الفؤاد تثبيت على الهدى، والعبرة والعظة لأولي الألباب هي إدخال في طريق الهدى. فكان هذا من الفوائد العظيمة التي أرادها الله عز وجل أن تكون من قصص القرآن الكريم، مع حكم أخرى أيضا عظيمة مرتبطة بقصص القرآن. من ذلك يعني صدق الأنبياء السابقين والتأكيد على هذا الأمر، وعرضهم وهم يبلغون دين الله ويصبرون على الابتلاء في طريق البلاغ، إلى غير ذلك من العبر التي يأخذها قارئ القرآن. فإذن أنه يمتلئ قلبه بصدق الأنبياء وتصديقهم، وأيضا إظهار على وجه الخصوص صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه وحي ربه عز وجل، وكان فيه هذا الإخبار، وكان معلوم عند العرب وعند قريش خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فعندما يخبرهم عن ذلك فيكون ذلك آية على أن هذا العلم إنما هو وحي من ربه جل جلاله لا من عند نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا إظهار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هناك فائدة عظيمة، وهي إدراك الدين المشترك بين الأنبياء، ولذلك ظهر لنا من خلال القصص أن الأنبياء كلهم يدعون أممهم إلى عبادة الله عز وجل وحده،
وإفراده سبحانه وتعالى بالعباد. إذن ندرك أن هذا من الدين المشترك، بل من أعظم الدين المشترك بين الأنبياء، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد، وأن الأنبياء كلهم دعوا أقوامهم إلى هذا الأصل العظيم. فإذن هذه فائدة. وأيضا أننا ندرك من القصص سنة الله الثابتة المضطردة التي لا تحابي أحدا، والتي يحاكم إليها كل البشر قبلوا أو لم يقبلوا، سنة الله أي الطريقة التي يعامل الله عز وجل بها الناس على ما يعملوا في هذه الدنيا، فإن الإنسان يدرك هذه السنة من خلال وقوفه مع قصص القرآن، مع قصص القرآن. قصص القرآن يختلف عن كل قصص سواه. قصص القرآن رباني المصدر، مصدره الوحي، مصدره الوحي من عند الله عز وجل. قصص القرآن مقاصده عظيمة، العظة والعبرة. مقاصده عظيمة، معرفة السنن والقانون الحتمي الصارم والطريقة الربانية التي يحاكم الله عز وجل عليها العباد ولا يخرج عنها أحد. وفهم هذا من أعظم العلوم ومن أعظم المقاصد والغايات التي يراد أن يصل إليها الإنسان. أيضا قصص القرآن مطابقة للواقع، ليس هناك خيال لا حقيقة له، ليس في قصص القرآن مخالفة للواقعة وما كانت عليه. قصص القرآن يقتصر في القصة على ما يحتاجه الإنسان في وقت الخطاب ومكان الخطاب في وسط آيات القرآن. هذه المعاني العظيمة المرتبطة بقصص القرآن. فيقول الله عز وجل: إن هذا أي يا محمد هذا الذي جاءك من ربك، ويخبرك عن نبي الله عيسى، ويخبرك ذلك في قصة، فإن هذا هو القصص الحق. الحق أي اليقين الذي لا مرية فيه، اليقين الذي لا مرية فيه. وإذا كان هذا هو اليقين، فمن قال بخلافه وضده فماذا يكون ما معه؟ يكون ما معه الباطل، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فما معه هو الضلال وهو الباطل وهو الافتراء. إن هذا لهو القصص الحق. إذن أمر عيسى عليه السلام والشأن الحق فيما تعلق بعيسى عليه السلام هو ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم، في كتابه الكريم. ثم يقول الله عز وجل: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله. أي اعلم يا محمد، والمقصود أمته، وكذلك المقصود هؤلاء الذين خوطبوا بهذا الحق، وفد نصارى نجران. فاعلموا أنه ما من إله
يعبد بحق إلا إله واحد هو الله جل جلاله، وما من إله إلا الله. من هنا تعرب زائدة، ولكن وجودها هنا أفاد معنى عظيما، هذا المعنى الذي أفادته وهو الاستغراق، أي أنه ليس هناك على الإطلاق إله يعبد بحق إلا الله جل جلاله وحده. فمن هنا المزيدة وضعت لتفيد هذا المعنى للاستغراق، وهذا فيه قوة التأكيد في الرد على نصارى نجران، في الرد على نصارى نجران في تثليثهم أو في ادعاء البنوة أو ادعاء الألوهية لعيسى عليه السلام، وكذلك فيه رد لكل من ينسب الألوهية إلى غير الله. فالله عز وجل يقول: وما من إله إلا الله إلا الله. وأيضا تضمنت هذه الجملة، تضمنت تأكيدا لصحة القصة وحقيتها، أنها حق، صدق القصة وحقيتها وأنها حق. إذن هذه المعاني حقيقة العظيمة والتي يذكرها العلماء ويشير لها علماء التفسير عندما ندركها ونستوعبها ونستحضرها حال قراءتنا للقرآن، إن هذا لهو القصص الحق. إذن هذه القصة الحق جل جلاله يقول أنها الحق، إذن مباشرة كل قول على خلافها باطل وضلال. إذن كل من قال أن عيسى ابن الله إذن قال غير الحق، وكل من قال أن عيسى هو الله قال غير الحق وقال الباطل وقال الضلال وأنه في ضلال. وما من إله إلا الله، ليس عيسى بن مريم إله ولا عزير إله، وإنما الإله الحق هو الله. ثم يقول الله عز وجل: وإن الله لهو العزيز الحكيم. وإن الله لهو العزيز الحكيم، يؤكد المعنى السابق ويزيده في البيان، أن هذا الإله الأوحد، أن هذا الإله الحق، أن هذا الإله المعبود بحق، فإنه موصوف بصفات تدل على كمال له جل جلاله لا يمكن أن يوجد في غيره. وإن الله لهو العزيز، العزيز اسم من أسماء الله، والعزة صفة من صفات الله، والعزيز هنا يدل على كمال القدرة لهذا الرب العظيم، وأن هذا لا يمكن أن يكون موجود في عيسى عليه السلام. وأنتم تقولون أنه فر من اليهود وأنه صلب، فمن كان بهذه الحال هل يكون موصوفا بكمال هذا الوصف العزيز؟ واضح. فلذلك فالله عز وجل العزيز، العزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، العزيز الذي لا يغلب، إذن هي كمال قدرة لله عز وجل.
العزيز الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء. فهل إذا قلنا أن هذا الاسم العزيز يعني تلك المعاني، إذن هل هذا يتفق مع ما تذكرون عن عيسى عليه السلام؟ فيقول الله: وإن الله لهو العزيز. إذن كمال القدرة، كمال القدرة. وإن الله لهو العزيز الحكيم، الحكيم، الحكيم الذي أحكم الشيء وأتمه، فلا يدخل في ذلك الإتقان أي خلل أو وهن أو ضعف، لا يلحقه خلل، لا يلحقه وهن، لا يلحقه ضعف. فما دبره الحكيم جل جلاله فهو بهذه الكيفية، فهو الحكيم. وهذا يدل على كمال العلم، كما أن العزة دلت على كمال القدرة، فإن الحكيم دل على كمال العلم. والمراد وإن الله لهو العزيز الحكيم أن الله عز وجل وحده لا أحد يساويه في القدرة التامة والعزة، وفي الحكمة البالغة لا يساويه أحد في ذلك، فيستحق أن يكون مشاركا له في الألوهية. ما من إله إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم، فالمتفرد بكمال القدرة والعزة والمتفرد بالحكمة البالغة، إذن لا يشاركه أحد في ألوهيته، لا يشاركه أحد في ألوهيته. وما من إله إلا الله. وإن الله لهو، هو وحده العزيز الحكيم، إذن لا مشاركة له في هذه الأمور. إذن بمعنى أنه لا ينبغي أن يشاركه أحد في ألوهيته، واضح؟ فإذن هذه الآية العظيمة التي تذكر هنا بعد أن أعرض هؤلاء عن المباهلة ولم يقبلوا، فليقفوا عند هذه الآية وما تضمنته من الحقائق. إذا لم تقبلوا المباهلة فعودوا إلى ما خوطبتم به، فهو القصص الحق. إذا لم تقبلوا المباهلة فعودوا إلى الإيمان بالله الإله الواحد المعبود بحق جل جلاله. إذا لم تقبلوا المباهلة فاعلموا علم وعي، علم وعي أن عيسى عليه السلام ليس هو العزيز، ليست له كمال القدرة ولا الحكيم، فهو مخلوق، وأن الله عز وجل هو العزيز الحكيم. ثم يقول الله عز وجل: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا، هنا ذكر العلماء في معنى التولي، ذكروا عدة معاني هي من باب التنوع لا خلاف التضاد، هي من باب التنوع خلاف التنوع لا خلاف التضاد، بمعنى ليست هي كلمات متضادة، وإنما كل منهم نظر إلى بعد معين وعبر عن المعنى. فمن العلماء من قال: فإن تولوا أي أبوا
أبوا ماذا؟ أبوا أن يقبلوا هذه الحقائق الربانية. ومن العلماء من قال فإن تولوا أدبروا وأعرضوا، أي أعطوا المخاطب لهم بهذه الآيات دبره، ظهره. ومن العلماء من قال فإن تولوا أي لم يقبلوا، فإن تولوا. طيب، فإن تولوا لم يقبلوا أو أدبروا أو أبوا، أبوا ماذا؟ أبوا الملاعنة التي دعوا إليها، فإن أبوا أن يلاعنوا هذا قول. ومن العلماء من قال فإن تولوا عما جئت به في خبر عيسى عليه السلام. ومن العلماء من قال فإن أبوا الإقرار بوحدانية الله عز وجل، وما من إله إلا الله. واضح؟ فإن تولوا، يقول الله فإن الله عليم بالمفسدين. نعود إلى طريقة القرآن، إلى طريقة القرآن في تهديد الإنسان، تهديد الإنسان حال رفضه لقبول الحق الذي جاء به القرآن. فنجد هذا الواعظ الأكبر، الواعظ الأكبر الذي التذكير به، التذكير به سيكون له أثر عظيم لكل من فهم معناه فهما صحيحا، وكذلك هذا الواعظ الأكبر سيكون أكبر محفز للمؤمن أن ينقاد للحق وأن يصبر على الحق وأن يتحمل في طريق الحق. فما هو هذا الواعظ الأكبر الذي في جانب التهديد لمن وعاه سيرجعه إلى الحق، وفي جانب المؤمن سيثبته ويدفعه بقوة نحو الإنجاز والعمل؟ الواعظ الأكبر الذي يذكر الله عز وجل به على الدوام أنه جل جلاله عليم، وأنه لا يغيب عنه شيء، وأنه رقيب لا يغيب عنه شيء، وأنه سميع لا يفوته شيء، وأنه بصير لا يخفى عليه شيء. هذا الواعظ الأكبر الذي الله عز وجل يذكر به العباد، ووالله من وعاه، من وعى هذا الواعظ، والله إنه لأعظم من التهديد بأي شيء سواه. لو عرفنا الله، لو امتلأت قلوبنا بالعلم بالله، لكان التذكير بعلمه جل جلاله بما نفعل وبما نقول وبما هو في مكنون صدورنا لكان والله أكبر واعظ لنا، بأن ما كان من هذه الأمور موافقا للحق أن نعمله بكل ثبات وصبر، وما كان من معصيته جل جلاله كان في استحضار هذا الواعظ الأكبر معية الله، استشعار معية الله رادع لأن يترك الإنسان ذلك الأمر. والله عز وجل يذكر العباد كلهم بهذا الواعظ، وقد يقول إنسان إن تذكير المؤمن بهذا الواعظ ندرك أن هذا الأمر سيفهمه
لكن كيف يذكر به من كفر بالله إذا هو كافر بالله؟ فنقول تذكيره به لأن هناك شيء في أعماق نفسه هي الفطرة، هي الفطرة. فإن الإيمان بأن لهذا الكون خالقا فطرة في نفس كل إنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة. فلذلك التذكير بهذا الواعظ الأكبر للمسلمي وكذلك لغير المسلمي يذكر بهذا الواعظ الأكبر. فالمسلم لما عنده من الفطرة السليمة ولما عنده من الشريعة المستقيمة، فيكون في التذكير بهذا الواعظ أثر عظيم. والكافر يعول في تذكيره على أمر الفطرة التي الله عز وجل أخبر أنها موجودة فيه. ثم الخطاب هنا أيضا لأهل الكتاب وهم يؤمنون بوجود الله عز وجل، فلذلك الله سبحانه وتعالى يعظهم بهذا الواعظ الأكبر: فإن تولوا، فإن أدبروا، أو فإن لم يقبلوا، إن أدبروا أو أبوا أو أعرضوا أو لم يقبلوا، فإن كان هذا من شأنهم فليعلموا أن الله سبحانه وتعالى عليم لا يخفى عليه فعلهم. ثم قال: فإن الله عليم بالمفسدين، عليم بالمفسدين. المفسدين، فإن الله عليم بالمفسدين، فعلمه بكل مفسد. والمفسدين هنا من العلماء من قال المقصود بهم المشركين، ومن العلماء من قال بل الأمر أعم: العاصين، العاصين. طيب، هذا المشرك وهذا العاصي ما هو إفساده؟ وما الذي أدخله في أن يكون من هذا الصنف؟ فعله بمقتضى فعله بالمعصية، فعل المعصية وفعل الشرك، هذا الذي أدخله في هذا الوصف. فإذا دخولهم في الإفساد أنهم يعملون في هذه الأرض التي هي أرض الله بما نهاهم عنه الله، إفسادهم أنهم يعملون في أرض الله بما نهاهم عنه الله، الشيء الذي نهاهم عنه وحذرهم من فعله هم يفعلوه. إذن هذا الذي أدخلهم في هذا الوصف مفسدين. وأيضا إذا ضموا إلى ذلك أمرا آخر، ما هو؟ أنهم يدعون الناس إلى ذلك الفساد. وهناك أمر أشد إذا كانوا يكرهون الناس على فعل الفساد، فقوله جل جلاله: فإن الله سبحانه قال: فإن الله عليم بالمفسدين. إذن الواعظ الأكبر أنه عليم، ومقتضى علمه أنه يحصيه عليهم، ومقتضى الإحصاء أنه سيحاسبهم عليه، ومقتضى المحاسبة أنه سيعاقبهم عليه. ولم يأتي بقضية العقاب، وجاء بقضية الواعظ الأكبر. لماذا؟ لأن هذا الواعظ إذا قام في النفس فوالله ليس شيء أنفع
للنفس من قيام هذا الواعظ الأكبر فيها أن تستشعر مراقبة الله، مراقبة الجلال والعظمة، مراقبة الحب الصادق والخوف الصادق لله عز وجل، مراقبة اليقين بأن الإنسان موقوف بين يدي الله وأنه سيسأله عن عمله. هذه المراقبة قيامها هو عنوان صلاح هذا الإنسان، فلذلك الله عز وجل يذكر بها. فإن الله عليم بالمفسدين، أي المشركين الذين حياتهم في الدنيا عمل بما نهاهم الله عز وجل، تعاملهم مع الناس دعوتهم إلى هذا الفساد والإفساد، بل كلما تمكنوا من أحد أرغموه على فعل الفساد، فالله عز وجل يتوعد هؤلاء كلهم فيقول جل جلاله، يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا لم يقبلوا منك وأدبروا عنك ولم يقتنعوا بالحق الذي جاءك من عند ربك وأصروا على باطلهم، فأعلمهم وأخبرهم أن الله لست أنت يا محمد، بل الله الذي خلقهم، الله الذي رزقه، الله جل جلاله العظيم الذي خلق الكون، الله الذي سيميتهم، والله الذي سيبعثهم، والله الذي سيسألهم، والله الذي سيحاسبهم ويجازيهم، فإنه عليم، وأنه جعل عملهم في هذا المسمى وهو الإفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فإذا أدخل الإنسان نفسه في هذه الدائرة فكيف سيشعر بالأمن؟ كيف سيشعر بالأمن؟ ومن علم أن عمله الله جل جلاله وضعه في هذه الكفة وفي هذه الخانة وتحت هذا الوصف، هل يطمئن بذلك العمل؟ هل يطمئن بذلك العمل؟ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إذن من عمل بالشرك فهو مفسد، من دعا إلى الشرك فهو مفسد، من أرغم على الشرك فهو مفسد، ومن قال أن المراد المعاصي فكذلك بقدر ما يكون عند الإنسان من المعصية يكون فيه من الفساد في الأرض، وبقدر ما يتجاوز ذلك الأمر ذاته إلى غيره فيكون أيضا مقدار ما هو واقع فيه من الفساد. ثم يستحضر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من ذلك أبدا. ثم بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر الذي فصل يعني به بين المتخاصمين وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن نصارى نجران على الباطل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله صالح وأن عملهم إفساد في الأرض لأنه في المقابل، لأن الاثنين عملهم متضاد، فهؤلاء ما عملهم وما هم عليه مضاد لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعملهم قائم على الشرك، أن الألوهية ليست كلها لله عز وجل، فلذلك لما كان هذا قولهم فكان هذا فسادهم. فنقف عند هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.